عمرك تخيلت انك تسمع صوت سيارة كهربائية بهذا الشكل داخل المقصورة؟ اشي خيالي. هاي هي الهاينداي ايونيك 5N، النسخة عالية الاداء من الايونيك 5 الممتازة جدا يلي ساوته هاينداي، انها رفعت القدرة، ساوت القدرة اعلى من قدرة الاستن مارتن دي بي 11. تصور هذيك محركها ب 12 اسطوانة، هون في عندك قدرة بتزيد عن قدرة الاستن مارتن دي بي 11، في عندك عزم هائل، في عندك نظام تعليق ممتاز جدا. التعليق غيرته هاينداي، نظام التوجيه كمان صار أفضل، نظام الكبح صار ممتاز. في عندك هلأ قدرات هائلة للسيارة تخليها تنطلق انطلاقة صاروخية وتوصل لسرعات عالية. العزم عندك دائما موجود بغض النظر. أما الممتع فهو الصوت هذا الخيالي يلي بستمتع فيه، والمحاكاية اللي صار معانا لعلبة تروس. المضحك انه في عندك صوت باك فاير بالخلف، بس ترفع رجلك عن دواسة الطاقة يصير عندك باك فاير. عندك ريف ليميتر مثل السيارات العادية، سيارة ممتعة جدا. فعليا بتحس حالك انك انت راكب في سيارة رياضية تماما، ما لها اي علاقة بالسيارات الكهربائية اللي احنا بنعرفها. السيارات الكهربائية سريعة طبعا، صارت اسرع من السيارات التقليدية او العاملة بمحركات احتراق داخلي، ولكن هاي المتعة ما سبق انه حسيت فيها في أي سيارة كهربائية. وبعدين لما بدك تخفف الصوت، كل ما عليك إنك أنت تسويه إنك تضغط زر واحد مشان ترجع تعيش في سيارة كهربائية صامتة وواسعة ومريحة. أنت فعليا بتحس بهاي السيارة إنك راكب أودي RS3، ولكن أقوى بكثير وأسرع بكثير أيضا وأوسع بكثير. إشي رائع اللي سوته هاينداي، إشي رائع فعلا. وهاي البرمجة الخاصة بعلبة التروس أو محاكاة علبة التروس فعليا خاصة بهاينداي، حتى نسيبة هاي السيارة اللي هي الكيا EV6 GT مع التحسينات اللي حصلت عليها ما حصلت على البرمجة الخاصة بهاينداي. فأنت هنا ممكن تحكي انه هاي اول سيارة في العالم والسيارة الوحيدة الكهربائية في العالم يلي فيها برمجة لعلبة تروس، شيء لطيف جدا. وبعدين بيجيك واحد بيسألك طب ليش أصلا السيارات الكهربائية ما فيها جير بوكس؟ تقول له لازم نروح على الجامعة. هلأ نحن في جامعة أستراليا الوطنية وبالتحديد عند كلية الرياضيات. تصوروا أن الطلاب بيقعدوا هنا برا في الهواء الطلق من حين لآخر مشان يدرسوا بعض المعادلات، إشي لطيف. نحكي عن ليش بيحتاج محرك الاحتراق الداخلي، ليش بيحتاج جير بوكس يلي بيصير انه هذا هو المحرك، في عنا الحدافة يلي بيصير انه في عنا العزم ما بيطلع مباشرة، في عنا سرعة الدوران المحرك لازم يطلع العزم بيكون منخفض وبعدين بيطلع بهذا الشكل. بالمقابل في عنا المحرك الكهربائي يلي هو بيعطي العزم بيكون ممتاز من تقريبا دورات صفر للمحرك، العزم بيكون مرتفع جدا بيظل مستمر على سرعات كبيرة، وبالتالي
هون بيحتاجوا جير بوكس بحيث انه يغير النسبة. هاي النسبة الاولى خلينا نحكي، النسبة الثانية بتكون شوي اكبر، وهيك بيطلع العزم بيكون مختلف بحيث انه بالنهاية يعطي عزم جيد للسيارة. هلأ كل مرة بتغير فيها علبة تروس بيصير عندك ابتسامة لطيفة بتنبسط فيها كسائق، فشيء لطيف. يلي ساوته هاينداي انها اضافة الى تغيير علبة تروس او الايحاء بتغيير علبة تروس اضافت صوت، فشيء لطيف جدا، صرنا فرحانين اكثر. وعملت تحديد لسرعة دوران المحرك يلي هو الريف ليميتر، فصار اشي رائع جدا، حلو كثير. المقصورة اللي عندنا مثل مقصورة الهاينداي ايونيك 5 ولكن مع تحسينات. في عندنا مع الاختلافات اللي صارت، صار في عندنا كونسول وسطي مختلف فعليا، وصار في عندنا شاشات باللون الاسود، هاي الشاشة الخاصة بالان من هاينداي. اما المهم في عندك، ففي عندك مجموعة من الازرار هنا، في عندك الزر يلي بشغل الصوت يلي حكينا عنه، واذا انت بدك تسمع صوت السيارة ممكن تعملها ريفينج حتى هون. تصور انت في سيارة كهربائية ولكن بتقدر تساوي هاي الاشياء. في عندك انماط للقيادة، وفي عندك هذا الزر الاحمر يلي هو ان جرين بوست. هذا الزر فعليا بيزيد القدرة بحوالي 40 او 41 حصان لعشر ثواني. الشاشتين اللي عندنا بقياس 12.3 بوصة مثل معظم سيارات هاينداي، وفي عندك نظام ملاحة خاص، وفي عندك إمكانية للإطلاع على حالة الطقس والأيام القادمة، لأنه السيارة مربوطة لاسلكيا وبتحصل على تحديثات لاسلكيا. كل أزرار يلي موجودة هنا سهل التشغيل، أنا ما شفت أي صعوبة بتشغيلها، وخاصة بعد ما انتقلت من الفولفو EX30 ما كان فيها إلا زرين للنوافذ. هاي السيارة مليئة بالإزرار، سهل تشغيلها، ممكن تطول معاها شوي لبين ما تعرف شو كل وظيفة وين موجودة، ولكن يلي عندك واضح تماما وقريب من السيارات التقليدية. وكذلك في عندك شاشة تظهر لك ما يجري بالخلف، أو ممكن تعدلها مشان تصير مراية تقليدية. الحيز في الخلف واسع تماما، ما بتتخيل انه في حيز مثل هيك في سيارة بهذا الحجم. وكذلك فتحة السقف البانورامية، وهي اضافة بالمناسبة، بتضيف للإحساس بالرحابة، ويمكن اغلاقها في الاجواء الحارة. فكلها تفاصيل لطيفة جدا، وصندوق الامتعة واسع تماما. فعليا شفنا كثير سيارات ممتازة من هاينداي في السنوات الاخيرة، ولكن هاي بالتأكيد أكثرها متعة وأفضلها على الإطلاق. سيارة ما بتعرف كيف التوليفة اللي قدرت تطلع فيها هاينداي، بأنه وضعت كل الأشياء الممتازة فيها مع بعض. فعليا هاي السيارة ممتعة جدا، تصميمها لطيف تماما أنا بشوفه، وحتى باللون الأحمر هذا يلي هو بين الأحمر والبرتقالي مميز، ولكن تتوفر بعدة ألوان. طبعا اختلافات التصميم بينها وبين الأيونيك 5 واضحة تماما، مش مثل الكيا EV6 والEV6 GT، هنا الاختلافات واضحة تماما. العجلات مميزة، كل اشي بالسيارة ممتاز. سعرها شوي مرتفع، ولكن لو معاي ثمنها بشتريها. هاي السيارة افضل من كل المنافسات ومن تسلا موديل واي بيرفورمانس بنظري، وفعليا ممكن احكي عنها افضل سيارة كهربائية عالية الاداء على الاطلاق في العالم. لو بدك تشتري اشتري، وبنشوفكم المرة الجاي.